يا من يروم تلاوة القرآن. نونية السخاوي. طيب البيت الذي بعده قال: والهاء تخفى فجل في إظهارها، في نحو من هاد وفي بهتان، وجباههم ووجوههم بين بلا ثقل تزيد به على التبيان. طيب هنا تلاحظون أنه يعني رتب الحروف، أنه رتب الحروف على ترتيب المخارج، يعني همز هاء عين حاء غين خاء، صحيح؟ فبدأ ببعض التحذيرات المتعلقة بنطق الهمزة، ثم انتقل إلى بعض التحذيرات المتعلقة بالهاء، ثم بعد ذلك في البيت الحادي عشر سيقول: والعين والحاء، فمشي على هذا الترتيب. فهنا انتقل الآن إلى الهاء، فيقول: والهاء تخفى. والهاء تخفى، يعني الهاء حرف ضعيف، حرف ضعيف اتصف بصفات ضعف كالهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح، فبسبب ضعف الهاء، بسبب ضعف الهاء فإنها قد تخفى، يعني ولا تظهر في النطق، لأنها حرف ضعيف ومتصف بصفات فيها ضعف، فلذلك لأن صفات الحروف منها صفات قوة وصفات ضعف، عندنا يعني خمس صفات من صفات القوة يقابلها خمس صفات من صفات الضعف، فالهاء يعني أخذت كثيرا من صفات الضعف، فلذلك قد تخفى ولا تظهر في النطق بسبب ضعفها. فلذلك يقول: والهاء تخفى فجل في إظهارها. فجل، الجلاء هو الظهور والبيان وانكشاف الأمر وظهوره وبيانه، فيقول فجل في إظهارها، يعني اجتهد في تبيين الهاء واجتهد في إظهار الهاء، لأنها بطبيعتها ضعيفة، فإذا لم يعني تجتهد في إظهارها فإنها قد تخفى، بل يعني قد تسقط في النطق وكأنك لم تنطقها، يعني أحيانا بعض الناس إذا أراد أن يقف على كلمة منه، على كلمة منه، واضح؟ فبعض الناس يعني ربما يقف على على كلمة منه، فيقف عليها كأنه لم ينطق الهاء، فيقول من، يعني الهاء لا تسمعها منه لأنها هي بطبيعتها ضعيفة، فإذا سكنت، فأحيانا بعض الناس كأنه أسقطها من النطق، مثلا فسبح بحمد ربك واستغفره، واضح؟ فبعض الناس يعني ربما تسمعه يقرأ كأنه يقول واستغفر، لا تستطيع أن تميز بين قوله واستغفر وبين قوله واستغفره، واضح؟ فالهاء لابد أن تجتهد في إظهارها وتبيينها وعدم إسقاطها، لأنها يعني حرف ضعيف فيحتاج منك إلى يعني إظهاره. ثم يعني ضرب أمثلة، فقال: في نحو من هاد، من هاد، فإذا يعني هنا الهاء بعد النون، يعني مثل بهذا المثال لهاء بعد نون، فالهاء بعد النون قد يسقطها البعض في نطقه ولا يظهرها ولا يبينها. وكذلك في بهتان، الهاء الساكنة قبل التاء، فأيضا مما يكثر الخطأ فيها من جهة عدم إظهارها. وجباههم كذلك الهاء المتكررة
إذا تكررت الهاء نحو في قوله إيه جباههم، قال ووجوههم. ففي هذه الأمثلة عندما تتكرر الهاء فالبعض قد يخطئ ولا يظهر إحدى الهاءين أو يدغم إحدى الهاءين في الأخرى، فهذا مما يحذر منه. ثم قال بين بلا ثقل تزيد به على التبيان، يعني بين الهاء ولكن احذر من تشديدها، يعني في مثل جباههم فاحرص على تبيين الهاء ولكن من غير ثقل، يعني من غير تشديد تزيد به على التبيان، يعني بينها وأظهرها ولكن في نفس الوقت لا تبالغ في إظهارها بالحد الذي يعني تتسبب فيه في التثقيل أو التشديد. ثم قال نعم، طيب ثم قال والعين والحاء مظهر والغين قل والخاء وحيث تقارب الحرفان. يقول والعين والحاء مظهر والغين قل والخاء وحيث تقارب الحرفان كالعهن أفرغ لا تزغ يختم ولا تخشى وسبحه وكالإحسان. فهنا يقول يعني انتقل بعد الهمز والهاء انتقل إلى مخرج العين والحاء، فيقول والعين والحاء مظهر، العين والحاء يعني أظهرها، أظهر كذلك العين والحاء والغين، وكذلك يعني الغين وكذلك الغين فهي أيضا من الحروف التي عليك أن تجتهد في إظهارها وتبيينها. ثم قال والخاء، والخاء كذلك، يعني إذن حروف الحلق يعني همز هاء عين حاء غين خاء، فحروف الحلق يعني الستة كلها يعني اجتهد في إظهارها واجتهد في تبيينها. ثم قال وحيث تقارب الحرفان، يعني عندما يتقارب حرفان ويأتي يعني يأتي حرف من هذه الحروف مع حرف يعني مقارب له، فهنا يتأكد عليك أن تحرص على إظهاره وتبيينه. ثم ضرب مثالا بإيه بكلمة العهن، بكلمة العهن، فيقول العهن هنا تلاحظون كلمة العهن ورد فيها إيه حرف العين والهاء، العين والهاء وكلاهما من الحروف الحلقية، فيقول يعني هذان حرفان حلقيان وورد أحدهما بعد الآخر، فهذا مما يكثر فيه الخطأ بعدم تبيين أحد الإيه هذه الحروف. ثم قال أفرغ، يشير بهذا إلى قوله تعالى أفرغ عليه قطرة، أفرغ عليه، أفرغ عليه ماشي، فأفرغ عليه هنا اجتمعت الغين مع الإيه العين، الغين اجتمعت مع العين، فيشير هنا إلى يعني إظهار الغين إذا إيه جاورت العين، إظهار الغين إذا جاورت العين. إذن العهن يشير فيها إلى التأكيد على إظهار العين إذا جاورت الهاء، وأفرغ يشير إلى أفرغ عليه، نعم أفرغ على، معلش أستغفر الله، نعم أفرغ مضبوطة خطأ هنا في البيت، نعم مضبوطة خطأ في البيت صححوها، نعم أفرغ عليه، أفرغ عليه صححوا النسخة معلش، يشير إلى اللفظ القرآني يعني أفرغ عليه، أفرغ عليه فيشير إلى اللفظ القرآني، فهنا إيه صححوها أفرغ عليه، فأفرغ عليه فاللفظ القرآني الكريم أفرغ عليه، فهنا اجتمعت الغين مع العين، اجتمعت الغين مع العين
صحيح النسخة إن شاء الله. طيب لا تزغ، يشير إلى قوله تعالى إيه، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فاجتمعت الغين والقاف، والغين والقاف، القاف وإن لم تكن يعني من حروف الحلق لكنها أول مخرج بعد حروف الحلق، يعني بعد نهاية حروف، نعم بعد نهاية حروف الحلق، بعد نهاية حروف الحلق، فأول مخرج يعني بعد نهاية حروف الحلق هو إيه، القاف والكاف، فالغين تعتبر قريبة من الإيه، تعتبر قريبة من الغين، تعتبر قريبة من القاف، فإذا يشير إلى أهمية إظهار الغين في هذا المثال. وكذلك الخاء مع التاء، فقال يختم، فالخاء هنا جاورت التاء، فيقول يعني احرص على إظهار الخاء إذا جاورت التاء. وكذلك تخشى الخاء إذا جاورت الشين، الخاء إذا جاورت الشين فاحرص أيضا على إظهار الخاء. سبحه، هنا الحاء مع الهاء، فيقول الحاء إذا جاورت الهاء فأيضا احرص على إظهارها. وكلمة الإحسان، قال وكالإحسان، هنا الحاء إذا جاورت السين، الحاء إذا جاورت السين فاحرص أيضا على إظهارها في هذه الأمثلة. نعم.